حسب ما التقرير واضح بأنه الدول الغنية ستحصل على اللقاح والفقيرة فيما بعد. سؤال كخبير صحي وكذلك لناطق ومتحدث وقريب على القرارات. ما هو الفكرة من إنشاء تحالف الدول اللقاحات لمنع هذا الاحتمال؟ هي الفلسفة من هذا الموضوع، أنه أنت يصير عندك تجمع دولي بضمانات تضمنها دول وتضمنها منظمات مستقلة اللي هي منظمة الصحة العالمية وغيرها، وصير التزامات قانونية يعني مثل المعاهد الدبلوماسية بين عدة دول، مثل ميثاق أمم متحدة وغيرها إذا صح التعبير التشبيه. فتوفي بالتزامات مالية معينة اللي أعلنت الدولة العراقية بكل وضوح أنها ملتزمة في توفير المتطلبات المالية واللوجستية الخاصة بتوفير اللقاح. بعدها هذا التحالف راح يضمن لك توفير نسبة معينة اللي ذكرتها لحضرتك اللي هي 20% حال اعتماد اللقاح. هاي المرحلة اللي هي المرحلة الأولى والأهم حسب رأيي، اعتماد اللقاح وإثبات فعاليته، احنا بعدنا ما واصلينها. متى ما اعتمد، وأنا يعني قد يكون قريب لكنه حتما خلال يعني هي مسألة وقت مو أكثر، حصة العراق الأولية مضمونة، طبعا تتبعها عدة وجبات من توزيع هذا اللقاح سواء كان هذا أو ذاك. أنا أكرر ما بديت به حديثي أنه لا يوجد تفضيل مسبق لأي شركة أو لأي دولة. وضعنا كعراق شو وضعنا؟ ما فهمت وضعنا. وضعنا إحنا من الدول الغنية الأولوية عندنا، وضعنا شنو؟ سواء كانت كنا من الدول الغنية، تعرف حضرتك الظروف المالية اللي يمر بها البلد، موضوع الموازنة، لكن هاي أولوية حياة الناس. الحكومة العراقية وأعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة التزامها بتوفير اللقاح، لكن إحنا يهمنا مو تجيب لقاح وبس، يطمئن المشاهد بأن حصة العراق موجودة في حال طرحها. نعم طمئن المشاهد إن شاء الله، هذه أولوية الوزارة ليل نهار نعمل عليها مع رئاسة الوزراء والجهات المعنية. شنو السبب 20% من السكان؟ ليش مو 50%؟ يعني شمول الشباب وسجلات الإصابات كثيرة بالشباب، وإحنا نسبة شباب من 60%. ليش 20%؟ ليش 50%؟ يعني القوات الأمنية أكثرهم منين؟ عادة أنا أتصور القوات الأمنية أكثرهم هم العشرينات والثلاثينات، أكثرهم هم المراتب والضباط وغيرهم من هذه الفئة. أيضا ملاكات وزارة الصحة اللي هي الفئة الثانية من الاختطار العالي، أيضا أعتقد أغلبهم من الشباب دكتور، فنظريا أو ضمنا هم مشمولون. لكن إحنا إذا جينا على اللقاحات هسه، مثلا لقاح شلل الأطفال ما هي بفئة عمرية اللي هم 5 سنوات ودون، وهكذا ما يعني نادرة ما تلقى لقاح يتلقحون بكل المجتمع وكل الفئات العمرية. ثانيا أنت ذكرت هي صعوبة بالتصنيع، يعني فيروس مستجد ولقاح جديد أكيد يعني تحتاج المعامل مصانع العالمية وفق ضوابط يعني مصنعية وفنية معينة، تحتاج إلى وقت حتى توفر. فأنت راح تكون لك أولوية. هاي 20% مو إحنا حددناها، حددها هو التحالف نفسه وهي لكل الدول الأعضاء في التحالف. يعني ما راح يكون هناك أولوية أو أفضلية لدولة معينة لأنها غنية على دولة أخرى. تبقى إذا دولة هي تصنع اللقاح هذا بحث آخر، يعني تدخل به تفاصيل تجارية وتفاصيل مالية. لكن مرة أخرى أنا من خلالك وخلال برنامجكم أطمن الشعب العراقي أن أطمن الشعب العراقي أن الحكومة العراقية واللجنة العليا للصحة والسلامة ملتزمة بتوفير اللقاح إن شاء الله في أقرب فرصة ممكنة، لكن إحنا يهمنا أن يكون اللقاح آمنا وفعالا وجديرا بالثقة والاستخدام إن شاء الله.